السلام عليكم المتتبعين. هيا غادي كسي الخميس، المهم بريداتي في حاليا الخميس دات انهي دي سي. خزني جوي ها خزني افي. لا 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الجديد عن أحوال الطقس ببلادنا الحبيبة المملكة المغربية، كما شاهدتم في أول فيديو فيضانات قوية تضرب مدينة ورزازات، سيول جارفة. إخوان الفرزة طمئنون عليكم، سلامات لكم إن شاء الله تعالى. اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين. إخوان دائما نقولها، يجب أخذ الحيطة والحذر، الحيطة والحذر. وتحية لكاع الساكنة اللي خدمت على عملية الإنقاذ، وكذلك تحية للدرك الملكي والقوات المساعدة التي قامت بمجهودات كبيرة لإجلاء الناس اللي تعرضوا للحوادث في هذه الفيضانات. تحية طيبة لكم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. سلامات ورزازات، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.